السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياض بدر من كلية العلوم والتكنولوجيا خان يونس. راح نحاول نتعرف على كيف نستخدم خامة الماء في عمل مسطحات مائية. راح أجي في البداية على بوكس، أعمل كأنه في عنده حوض مية، استخدم له إيديت بولي، إيديت بولي، وأعلم على مسطح الأعلى والوجه وأعمل ديليت، أعلم على المسطحات اللي عندي وأعمل فليب، خلي لونه أزرق فاتح، ياريت أنا لو عملت له إيديت بولي عملت له شوية إطالة هان عشان يكون عنده حوض أطول. راح أجي على المسطح هذه وأخذ نسخة شيفت وأرفع لفوق هيك شكل، وهذا أقول له كلون تو أوبجيكت. أنا أعمل جسم جديد اللي هو مفترض إنه يكون عندي سطح الماء تبعي، راح اجي اعلم عليه واشوف كيف بدي اربطه بالخامة تبعته. نستخدم الطريقة الاولى ان انا اعمل اصاين للماتيريال اللي عنده. الماتيريال هذا المفترض انه فيه اضاءة، او انه فيه له لمعة، مفترض برضو انه يبقى شفاف، خلينا نقول 50%. نروح للماب، نعمل رندر في البداية نشوف ايش صار معنا. اوكي، انا عايز استخدم المنتل ريف شغلي، راح اجي اختار هنا منتل رينو جلوبال انيميج رندر لود، اسف هي رندر. اوكي، انا عايز اعمل الاهتزازات تبعت المية او التموج تبع الماء، راح اجي على بامب واختار ميكس، وميكس راح استخدم النويز والعب في القيم تبعت شوية واعمل رندر. بلش يطلع عندي التموجات تبعت المية. لو انا صغرت التموجات شوية وعمل رندر اشوف النتائج. اوكي، وضع جيد. اعمل نسخة تانية، اجي على الميكس واعمل نسخة تانية، اسحبه واحطه، راح استخدم كوبي. صار عندي نسختين، النسخة هذه أعمل فيها تذبذبات تبعت المية، أمواج صغيرة. أوكي، هذه التموجات راح أدمجها مع التموجات الأولى بنسبة 50%. أوكي، نشوف النتائج. صار في عندي الحوض المية مبين انه تموجات بتشبه تموجات الطبيعية. اوكي، راح اجي انا على ريفليكت واستخدم ريتريس. واعمل رندر كمان مرة ونشوف ايش صار معنا. اوكي، بلش يعطيني احساس بوجود الماء اللي انا مستخدمه. راح اجي انا على الاضاءة،
احط اضاءة جديدة عندي، استخدم تارجت سبوت لايت بهيك شكل. ارفع شوية لفوق، هيك تبقى تكون شكل الاضاءة عندي. اوكي انا اكبر الكون شوية، اروح اخصاص الاضاءة وازيد المساحة المعرضة للإضاءة. أعمل رندر وأشوف إيش راح يصير معي نتائج. لاحظت إنه في عندي شعور بوجود ماء بطريقة أفضل بكتير. أجي أتحكم في اللمعة تبعت الخامة تبعتي، خليها أحدي شوية وأعمل رندر. صار في عندي شعور انه انا عندي ماء موجود. لو انا جيت تسفير حطيته فوق الماء اللي عندي، فوق شوية ونعمل رندر. راح ألاحظ إنه مبين أو مأثرة تموجها تبعت المية على السفير اللي عندي. أوكي راح أعمل نسخة من كل اللي عندي، أحطه جنبه وأعمل كوبي، راح أبلش أتعامل مع حوض المية الجديد ونشوف نستخدم ماتيريال تانية موجودة عندنا. أعلم على سطح المية اللي عندي وافتح الخامات وأجي لخامة أقول أنا عايزك يكون نوعيتك أرك أند ديزاين. ونستخدم حاجة لها علاقة بالووتر، نبحث عن حاجة موجودة جاهزة اسمها ووتر، أو في عندي ووتر ريفليكتيف سيرفيس. اوكي هذا تعطي خامة على انها بتشبه الموتر، نعمل اساين للماتيريال تبعي بعدين نعمل شو، نعمل رندر نشوف ايش راح يطلع معنا النتائج. هي الامور جيدة لكن الخامة ذات نفسها غامقة جدا. اجي على ديفيوس ليفل وازيد قيمة الخامة، مبين تأثير اللون الاخضر عليه. اجي على ترانسبيرنسي وازيد خاصية الشفافية واعمل رندر. هيك برضو اعطاني شعور انه انا عندي ماء، وهيك كان اداء افضل من الحوض اللي قبله. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.